مع سلسلة وفر واصنعها بنفسك هتقدر تعمل صابون سايل باستخدام مادتين فقط، حتى لو أول مرة تتعامل مع الكيماويات، بكل سهولة وبكل احترافية، وكمان سعر رخيص. هتوفر أكتر من 50% من مصروفك الشهري على هذا المنتج ومنتجات أخرى هنعملها إن شاء الله في الفيديوهات القادمة. تابعنا في الفيديو للآخر عشان تعرف طريقة العمل إزاي. يلا بينا. أهلا وسهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة محجوب للصناعات الكيميائية. في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة اللي بنمر بيها كلنا، لازم على كل واحد متخصص في مجال ما انه يقدم حاجة للناس بحيث يهون عليهم ويوفر عليهم. عشان كده بقدم لحضراتكم سلسلة وفر واصنعها بنفسك بشكل علمي وعملي بسيط للغاية. اي حد هيشاهد هذه السلسلة هيقدر بكل سهولة ان هو ينفذها. السلسلة عبارة عن 4 منتجات خاصة بالمنظفات المنزلية الأكثر استخداما، الصابون السائل والكلور والفلاش ومسحوق غسيل الملابس. السلسلة هي الأولى من نوعها في مصر والوطن العربي اللي بنخاطب بيها المستهلك مباشرة وليس التاجر. فعشان كده المنتجات اللي هنعملها خالية تماما من الشكل التجاري، هي ذات جودة ولكن ليست للبيع، ليست للتجارة. وأوعدكم إن شاء الله إن اللي هيشاهد السلسلة دي هيقدر بفضل الله يوفر أكتر من 50% من مصروفه الشهري على المنظفات. وعلشان ما اطولش على حضراتكم، النهارده ان شاء الله هنصنع الصابون السائل مع بعض بشكل عملي وبطريقه سهله جدا زي ما هنشوف في الجزء العملي. بخامتين اتنين فقط بيتم انتاجهم محليا، يعني مش مستوردين، فمتوفرين عند اي حد بيبيع خامات المنظفات، الا وهما حامض السلفونيك والصودا كاوي زي ما هنشوف برضو في الجزء العملي. يلا بينا علشان ما نطولش في الفيديو ونشوف هنعمل ايه. اهلا بكم من جديد. ان شاء الله هعمل التجربة على 1 لتر بس. كل اللي محتاجينه زي ما قلت لحضراتكم مادتين اتنين بس او خامتين اتنين. الخامة الاولى بنسميها حامض السلفونيك، هي عبارة عن سائل بني شفاف الى حد ما الى الغامق طبعا حسب الشركة المنتجة ليه. ده بنسميه حامض السلفونيك، موجود عند اي حد بيبيع خامات منظفات. الخامة الثانية هي بنسميها صودا أشور بالشكل ده، أوريها لكم بشكل أوضح. ده عبارة عن صودا أشور، تبقى عبارة عن صودا كاوية اللي هي صوديوم هيدروكسيد أو هيدروكسيد الصوديوم، موجودة برضو عند اللي بيبيع الخامات بتاعة المنظفات. طيب إيه هي المقادير بالظبط عشان أعمل 1 لتر؟ هنحتاج بالظبط 50 جرام من السلفونيك، فأنا وزنهم هنا هم، نخلي ده على جنب. فأنا وزن هنا دول 50 جرام من السلفونيك، ومحتاجين قصادهم تقريبا 8 جرام صودا أشور بالشكل ده. ليه بقول تقريبا؟ لان في بعد كده اختبار هنعمله في الاخر، خليكم معانا علشان نشوف طريقه العمل ازاي. اول حاجه بملى التانك بتاعي او بملى الكاس بتاعي او بملى الجردل بتاعي حسب ما انا شغال بالميه. بحط الميه بتاعتي طبعا زي ما انتم شايفين المنتج كله عباره عن ميه. فأول حاجة في خطوات العمل اللي أنا بضيف الصودا كاوية على المية وبقلب. طبعا بقلب هنا بإيه؟ التقليب هنا لازم يكون بمعلقة بلاستيك أو معلقة خشب أو معلقة ستانل ستيل. يبقى أنا أول حاجة بعملها إن أنا بضيف الصودا على المية، كده أول خطوة، كده خلصنا الخطوة الأولى. وببدأ أقلب زي ما قلنا لغاية لما الصودا تدوب خالص. الخطوة دي بتاخد تقريبا من دقيقة إلى دقيقة ونص، مش هتكتر عن كده لان الصودا بتدوب بسرعه. الاحتياطات الواجبه في التفاعل هنا او في الشغل ده ان لازم انا اقلب هنا بمعلقه بلاستيك او معلقه خشب، او طبعا لو عندي ستانلس ستيل زي كده ممكن اشتغل بيه. انا هنا ما رضيتش اشتغل بيه القلاب اللي هو الستانلس، على اساس كل الناس يبقى عندها الادوات اللي انا شغال بيها دي، ده سواء جردل بلاستيك او جردل استانلس طبعا لو عندنا، او ازاز بالشكل ده مفيش مشاكل، لكن طبعا المتوفر عند كل الناس اللي هو الجرادل البلاستيك. فبشكل بسيط جدا الصودا خلاص بدات تدوب معايا. برضو حابب اتكلم مع حضراتكم وانا بقلب كده في الاحتياطات. الصودا لازم اكون واخد بالي ان هي ما تلمسش ايديا ولا تيجي طبعا على جسمي خالص ولا على عينيا طبعا ولا اي حاجه. الاحتياطات اللي هي المعروفه طالما بتعامل مع اي كيماويات. كده الصودا دابت خلاص، مفيش غير حته صغيره اهيت هندوبها كمان. موضوع بسيط جدا جدا، انا يعني حابب ان انا اوريكم كل حاجه بالتفصيل بالشكل ده
بحيث الناس يكون عندها جرأة ان هي تعمل حاجتها بنفسها. المنتج سهل جدا، المنتج ده احسن من منتجات كتير في السوق موجودة في السوق، خصوصا السوق الشعبي طبعا، لكن المنتج ده احسن بكتير بمراحل. خلاص كده الصودا دابت معايا، وهبدأ بعد كده اضيف السلفونيك، هضيف المنتج التاني علشان يعمل تعادل. ده اسمه حمض، واللي انا حطيته ده اسمه قاعدة، بغض النظر طبعا عن الاسامي الحاجات دي. فهبدأ احط السلفونيك على محلول الصودا اللي انا دوبته طبعا كده بالتدريج مع التقليل. دول زي ما احنا قلنا 50 جرام بالظبط، 50 جرام حمض السلفونيك مع 8 جرام صودا قشور. النسبة دي قد تتغير حاجات بسيطة جدا حسب الشركة المنتجة للصودا وللسلفونيك. زي ما حضراتكم شايفين بيحصل اللي بعمله ده شغل مصانع، يعني نفس الطريقة بالظبط، بس بيتم طبعا على تنكات كبيرة بالأطنان، سواء 1 طن 2 طن 5 طن، بس بنفس الطريقة بالظبط. ويعتبر اللي أنا بعمله ده هو الأساس بتاع المنتج، ده الأساس. زي ما حضراتكم شايفين موضوع بسيط للغايه، كل اللي انا بعمله ان انا بضيف وبقلب في نفس الوقت. بضيف كل الكميه بتاعت السلفونيك اللي هي ال 50 جرام على ال 8 جرام الصودا اللي دايبين في الميه. عاوز اقول لكم وابشركم ان انا كده خلصت. اه والله يعني كده ممكن خلاص تاخد المنتج حضرتك كمان بس دقيقتين تقليب وعلى طول تشتغل بيه، مفيش اي مشكله خالص خالص خالص. هحاول بس انزل الكمية الباقية من السلفونيك. طيب بس هنتكلم برضو في حاجات كده بسيطة ومهمة طبعا، ما هي بسيطة بس مهمة. لسه طبعا انا هقلب شوية، على الاقل انتوا في البيوت طبعا هتقلب حوالي 5 دقايق، وانا هحاول هنا بسرعة ان انا انجز. او ممكن انا ما كنتش طبعا عاوز اخلي الفيديو طويل، لكن بقدر الامكان هنحاول نسرع. تقليب عادي خالص بالراحة بشويش، يعني مش شرط ان انا اقعد اعمل تقليب سريع علشان طبعا ما اعملش رغوة والعملية تكتر معايا، وجست بس او فقط ان انا بقلب كده بسهولة جدا مفيش اي مشكلة. ده اللي حصل، اللي انا عملت تفاعل كيميائي. تصدقوا كده ان انا ده عملت تفاعل كيميائي وبسيط، تفاعل مهم جدا، كون عندي الصابون السائل اللي احنا بنقول عليه بشكل بسيط جدا وشكل سريع للغاية. طبعا عشان اعرف ان هل الصودا كانت مظبوطة ولا لا، يعني كمية قليلة او كتير، وهل السلفونيك كان مظبوط ولا لا، عشان ده طبعا بيأثر على الايد بعد كده. اولا في شفافية رهيبة جدا في المحلول، لو تشوفوا في شفافية جامدة جدا، ده اول حاجة مفيش اي تعكير خالص، ده الحاجة الاولانية. الحاجة التانية اختبار بسيط جدا بعمله، بجيب حاجة اسمها ورق بي اتش. الورق بي اتش ده موجود عند اي حد برضو ببيع خامات منظفات، كل حاجة متاحة الحمد لله. ده دفتر، الدفتر ده تقريبا من 20 ل 25 جنيه، فمش قصة يعني، يقعد سنة سنتين معاك. احنا كل اللي محتاجينه ورقة منه، يعني احنا هناخد ورقة منه. في الوان طبعا في دفتر، في الوان من الاحمر الى الاخضر بعد كده الى الازرق. لو الصودا زيادة معناها ان كده هيدينا لون ازرق، لو الحمض او اللي هو السلفونيك زيادة فالورقة دي لما احطها في المحلول هتديني لون احمر. طب يا دكتور انت عاوز ايه؟ انا عاوز يكون متعادل، لا زيادة ولا اقل، فلازم هنا اشوف اللون الاخضر اللي هو الخفيف ده او الاخضر اللي بعده على طول. اتمنى ان تكون الصورة واضحة. طيب هعمل ايه؟ هناخد ورقة من البي اتش ده اللي هو اسمه دفتر او ورق بي اتش بكل سهولة خالص. بعد ما اقلب كام؟ بعد ما اقلب تقريبا 5 دقايق عشان اطمن ان التفاعل تم. هاخد ورقة بسيطة كده بالشكل ده وهبدأ احطها كده. تقريبا اداني لون اخضر خفيف، ده اللي انا محتاجه، ده اللي انا محتاجه. طبعا انا هنا ظابط الكميه على طول الصودا مع السلفونيك بالظبط. ليه بقول لكم كده؟ ده مش هيعمل اي تاثير على الجلد، مفيش فيه اي مشكله، هيبقى تمام جدا لاي بشره انا بتشتغل بالمنتج ده، مفيش فيه اي مشاكل.
طيب لو لا قدر الله حصل ان الصودا زادت شويه، الحمض زاد شويه، فببدا اظبطه بالورق البي اتش. ممكن نعمل عليه فيديو منفصل برضو نعرف الناس بالتفصيل ايه القصه بالظبط وازاي نقدر نعمل المعادله المظبوطه. انا كده خلصت. طيب هل انا محتاج لون؟ لا مش محتاجيه، لكن لو حد حابب طبعا يلون ممكن يلون، المشكله. هل انا محتاج لزوجه؟ لا برضو انا ما ببيعش، انا عامل الكلام ده مش للتجاره مش للبيع. لك ان تتخيل ان الناس اللي بره ممكن يزود لك لزوجه، لو انت عاوز لزوجه حط على الكاس ده، حط على الكاس ده بالظبط حوالي جرام ونص ملح طعام، ملح طعام دوبهم بره في شويه ميه كده وحطهم على الكاس ده او على اللتر ده، هيديك لزوجه ممتازه جدا، مفيش اي مشاكل. هنا طبعا هكمل الوزنه بتاعتي، او انا كنت بقول 1 لتر، فانا هكمل كميه الميه الباقيه. الكاس اللي انا مستخدمه ده عباره عن 1 لتر بالظبط، فانا عارف المقدار بتاعه وبدات خلاص كملت المقدار بتاعي وزي الفل كده. طب واحد بقى عاوز يضيف اضافات، يعني في حد واحده مثلا عاوزه تضيف اضافات ثانيه، ممكن تحط جليسرين مفيش مشاكل عشان يعمل ترطيب للايد. المواد الفعاله او الماده الفعاله الموجوده مكافيه جدا ان هي تنظف الاطباق والاواني والبلاط والسيراميك وكل حاجه، مفيش اي مشكله خالص بدون اي كلكعه كيميائيه. طيب حبينا نلون، ادي اللون اصفر موجود برضو، ماده صلبه موجوده عند اي حد بيبيع خامات منظفات او اي لون غذائي عندك ممكن تحطه او غير غذائي حتى. هنحط قطره واحده مثلا على اساس نلون اللون الاصفر الجميل اللي انتوا بتحبوه. مفيش اي مشكله خالص، لون جميل. فده كل اللي انا بقول عليه ده كله اضافات، لكن المنتج خلص خلاص، دي كلها اضافات علشان تدي بس شكل كويس للمنتج. عاوزين نحط ريحه ليمون مفيش اي مشكله، نجيب ريحه ليمون برضو بتتباع عند بتاع المنظفات. هتحطي بالظبط على الواحد لتر هنحط حوالي من نص جرام الى جرام، بالكتير قوي جرام، 1 جرام بس من الريحه، وهنقلب برضو وكده حصل امتزاج وزي الفل. فانا كده خلصت المنتج، اتمنى ان هو يكون سهل وبسيط وساعد الناس ان هي تحاول توفر. المنتج ده تكلفته لا تزيد ابدا ابدا دلوقتي حاليا واحنا بنتكلم في شهر 12 2022، لا يزيد ابدا عن 3 جنيه باي حال من الاحوال، هو 2.5، فانا بقول 3 على اساس يعني لو حسب الاسعار الموجوده عند تفاوت الاسعار الموجوده. طيب يا جماعه ايه هي المقادير المطلوبه لعمل 20 لتر صابون بهذه الطريقه؟ مطلوب بالظبط 1 كيلو حامض سلفونيك، كيلو واحد في حدود 45 50 جنيه حسب التاجر، ومطلوب بالظبط 160 جرام من الصودا اشور بهذا الشكل، تكون جافه كده وبهذا الشكل، 160 الى 170 حسب التركيزات بتاعتهم، وده بناء على لون ورقه البي اتش اللي احنا هنشوفها، لازم دي ضروريه جدا محدش يستخسر ان هو يجيب الدفتر ده. احنا هناخد حته بس من هنا، مش ما بناخدش ورقه كلها عشان كده بتكفينا وقت كبير جدا، وبحطها في المحلول والمفروض اطلعها، ده تيست صغير، ده اختبار، تبقى لون الورقه اخضر خفيف بهذا الشكل. كده معناه ان المحلول ده متعادل ومناسب جدا على الايد، مفيش اي مشكله فيه. يبقى 1 كيلو من السلفونيك على 160 الى 170 جرام من الصودا، واعمل اختبار بالبي اتش وهيطلع لي المنتج بهذا الشكل. سهل جدا ان انا احط ايدي دلوقتي عادي جدا اهو، مفيش اي مشكله خالص خالص، واستخدمه واي اعمل كل حاجه كده متعادل وزي الفل. لكن ما ينفعش احط ايدي هنا طبعا، وما ينفعش احط ايدي في سلفونيك، وزي ما قلت لكم ما ينفعش نقلب بمعلقه الومنيا لان الالومنيا بتتفاعل مع الصودا. هعمل مع حضراتكم دلوقتي اختبار الرغوه بتاعت المنتج اللي احنا حضرناه حالا. شويه ميه في الطبق بتاعنا، دي اسفنجه نظيفه خالص مفيش فيها اي حاجه، نحط شويه بس من هنا، طبعا احنا الكميه بسيطه خالص اهي، وهنبدا نشوف الرغوه اللي ممكن تنتج. طبعا كميه رغوه تكفي غسيل مثلا 50 60 طبق باللي احنا عملناه ده بس، وحاجة ثابتة وجميلة جدا، لطيفة على الإيد وعلى البشرة، مفيش أي مشكلة فيها. شكرا
واشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات القادمه.